بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح أسوي فيديو ثاني، فيديو أنيميتد فيديو، عشان نراجع أو نحاول نقول ثاني مرة الحكي اللي احنا قلناه، بحيث أن تكون المعلومة وصلت عدل. طبعا طق على السيرت بلانك هي عشان نسوي فيديو جديد. طبعا طلعت لنا الصفحة اللي احنا شفناها من قبل. طبعا الحين نحاول ان ننزل صورة، نختار مثلا الموج. الموج او نختار الانيمال احسن، الموضوع سهل. سلام سموتشا. لهذا احنا قاعدين ننزل الصور اللي احنا نبيها مثل ما احنا شفنا قبل. ان شو نسوي؟ نطق عليها ونسحبها. او شوفوا نسوي كذي، او لو مو هذي نسوي دولفين ونسحبها نحطها. شوف شلون صار عندنا مجموعة من الصور هني. طبعا نختار أول شيء إن شنو نبي نحط إفكت على السمك. هاي المقنعة عشان تطلع الإفكتات عندنا تدرو، ردها مكانها. هاي مكانها، هطلعها إفكت. نقدر نحط ان اد ان افكت. شلون؟ بولد اوت. بولد اوت بولد اوت. نقدر شلون ان تدخل وشلون ان تطلع. بولد ان مثلا نقدر نحط لها افكتين.
نقدر نطلع مثل ما قلنا قائمة الإفكتات. طبعا لو نبي نشوف الفيديو من البداية، شلون طلع معانا الفيديو كذي؟ ونقدر نحرك، طبعا هني طلعنا هالشريط عشان نحرك في صور، لان عندنا اكثر من element واحد. طبعا هني راح نحط موسيقى مثلا الفلاور، حطها هني. نقدر نمد بس الافكتات على كل الصورة، وشلون او نهني مين، لان في الصورة افكتين قدرنا نسوي كذي. نمد شي على شي، شلون من افكتين. كنا قاعد نمد من كل الإفكتات بحيث نطلع بصورة حلوة. أوكي الحين نحط تكست، هني مثلا لو نحطها مثلا تحت فوق قصدي، شوفوا سوري زوم ان ما قصدي وايد، شوفوا لو نحطها هني تايتل مثلا، حط edit text، نغير نوع الخط اللي احنا نبيه مثلا الخط. اللون نقدر مثلا نختار الأزرق، المحاذاة طبعا نحط سنتر، والخط نقدر نصغره. طبعا نكتب أو ألف مثلا edit text، عشان نقدر نفكر أو نكبر الخط، ونغير الخط عشان الكلام ما كان واضح. هنختار هالخط
نقدر نكبر الخط أيضا، مثلا نحط الخط طبعا هنيك شنو حطينا التكست اللي نبيها، مثلا الافكت اللي احنا نبيه، مثلا draw هذا build out، ثم نحط مثلا pop. شوفوا هني افكت التكست طلع لنا، ونقدر نحط different animal ان نحولها. اول شيء ونشوف شلون راح يكون الفيديو. شفتوا شلون نقدر نسوي كوبي حق كلمة نفسها؟ اوكي، حطها نفس مكان البوزيشن، نفس مكان الاليمنت اللي نبي، بس حطها آخر شيء. شلون؟ طبعا شفنا ان سوينا ايضا موضوع ثاني عن different animals، شفنا شلون حطينا effect على كل صورة، وحطينا تأثير صوت، وحطينا text. لذلك اتمنى ان يكون البرنامج جدا واضح وياكم، ويكون الشرح جدا واضح وياكم، وشكرا.